قمت تستني هيعمل ايه؟ انت عارف المفروض يعمل ايه؟ امال يعني هنستنى لما يعترف علينا؟ حمار انت ولا ايه؟ اتصرف، انا هستنى منك اخبار. فتشوا الفيلا. ايه؟ في ايه؟ انت هارون الذهبي؟ انا هارون. معايا امر بالقبض عليك. علي انا ليه؟ في ايه يا ابوي؟ ما تخافش يا ولدي، ما تخافش. روح اشوف عايزين مني ايه؟ وارجع لك طوالي. ما تخافش. اتفضلوا. في ايه؟ هناك هتعرف كل حاجة يا ناجي يا وحيد. اتفضل. الله ينور يا ولاد العطار. أنا كده اطمنت عليكم. أنا بيتهيألي إحنا لو رجعنا للتجارة تاني هنقعد الوغش دول في بيوتهم. لا صلى على النبي في قلبك. تجارة اللي نرجع لها احنا قفلنا كلام في الموضوع خلاص. يا يحيى انا شايف ان احنا محتاجين عملية او اتنين نقوم بيهم الدنيا. احنا اتفقنا قبل العملية ومش هنرجع في كلامنا خلاص. ماشي يا يحيى، بس زي ما تقول كده احنا فرحانين باللي احنا عملناه. يا عز مش فرحان ولا ايه؟ ممكن اعرف يا يحيى انت غيرت اتفقت معايا ليه؟ ايه اللي دخل ماجي الخربوط لي في اللعبه دي؟ في ايه يا ابني مالك؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف. اعمل لي كمان متفاجئ لما اقول لك انها اتقبض عليها. ايه يا عز؟ ايه؟ صعبان عليك قوي؟ والله واضح ان انتوا اللي صعبان عليكم وتشوفوني فرحان. انتوا ايه ما خدرش على بالكم ان انا هتجوز بنتها؟ انا بصراحه ما كنتش ناوي اتطاف في الموضوع. بس هي اللي طمعت. ولعبت لصالح نوح. يبقى تستحمل اللي يجرى لها. طب اخوك ملوش خطر عندك يا يحيى؟ الشغل عندي ما فيهوش خواطر. صح. طب بقول لكم ايه بقى؟ الموضوع ده لما تحلش انت ولا اخواتي ولا عاوز اعرفكم. ودي هنحلها لك ازاي يعني؟ ايه؟ ما قال لك انها لعبه بدله. اهدى بقى. لعبه بدله ها؟ بقول لك ايه؟ العقده دي عندكم تحلوها زي ما تحلوها. عاوزين تشيلوها لحد شايلوها له. المهم الست دي تطلع سليمه. يلا عليا وعلى اعدائي. وعامة الموضوع سهل، اخواتك مش بعيد عننا. هعلي صوتي وفتحتنا تبقى بجلاجل. وانا اعتبر ان اللي انت قلته ده مش تهديد، عشان لو اعتبرته تهديد هتزعل. هزعل؟ ما كانش ليها لزوم النمر اللي احنا عملناها دي. بقول لك ايه، كل حاجه وليها حدود، وانا اللي شايل مسؤوليه العيله دي، وانا برضو اقول ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. ومن هنا ورايح الكلام رايح بس مش رايح جاي. ماشي يا يحيى. وجي حضري حالك يا عيش عشان هننزل على مصر. اتفضل انت يا فارس. اتفضل اقعد ولا اتفضل امشي؟ لساكي قلبك محروق على ود الحرام دي؟ ناوية تحبسي نفسك تاني لاخر العمر؟ توكل على الله انت يا فارس، ملكش صالح بي. لا يا عيش، ما انا مش هسيبك تنهش في روحك لحد ما تموتي. افهم يا بنت الحلال، ده لا من توبنا ولا من اصلنا. بس حبني. ما هي دي الكذبه اللي رابط بيها راسك. لا يا فارس، انا شفتها في عينيه، شفت حنيته، شفت قلبه الغامق اللي بقي ابيض على يدي.
بس كل حاجة تهدت. بس ده كان حقي. كل الناس بتاخد حقوقها إلا أنا يا فارس. دايماً بتتاخد مني قصاب عيني على يدكم مش على يد حد غريب. بس أنا مش بلوم عليكم، أنا بلوم على نفسي، على حظي الخايب ونصيبي اللي ما بيفوتش إلا في العتمة. المهم الواحد يلحق اللي فاته، مش مهم نفهم متأخر، المهم لما نفهم نعرف هنعمل إيه. كده عايز تيجي منك أنت وأنا اللي مأمنك عليا وعلى بنتي؟ أنا والله ما ليا ذنب في اللي حصل، أنا بجد اللي اتخانقت مع يحيى، بس هو عارف إن نوح بيخطط لحاجة وإن أنت متآمرة معاه، عشان كده عمل اللي عمله. يعني أنت كنت عارف يا عز إن مامي في خطر وكنت ساكت؟ يا يارا أنا مش مضطر أبرر، أنا ماليش دعوة بالموضوع خالص، يحيى ما بيأمنش لحد. بس إن شاء الله هنطلع من الموضوع ده، هنلاقي حل. أحسن لك. يكون كويس إن إحنا نخرج من الموضوع. وإلا والله العظيم أنا هحكي كل اللي أعرفه من أول يحيى لحد دلوقتي. وأنا ذنبي إيه؟ على فكرة هي مش غلطتي. لا غلطتك ولا غلطتي. القضية دي براءتها مؤبد. خلاص احنا نقف بقى قدام النيابة وكل واحد يقول اللي عنده. هيا متر. للأسف يا مدام ماجي هتباتي النهاردة في القسم، بكرة الصبح إن شاء الله تتعرض على النيابة. اطمئني أنا مش ساكت. ما تخافيش. ايه الاكل الحلو ده؟ تسلم ايدك يا ست الحلوين كلهم. انت لسه دقته؟ كفايه ان انت اللي عاملاه بايدك، اكيد هيبقى حلو. على فكره كريم هيزعل قوي ان احنا اكلنا من غيره، ده بيحب الخضار السوتيه قوي. ولا يزعل ولا حاجه، ده واد ندل. ليه؟ جيت احضنه وابوسه راح سابني وجري. قال لي مراتك عندك، انا رايح العب. لا والله. بس تعرفي الواد ده بيفهم وعنده حق. اصل مامته وحشاني قوي. وقال ايه ما بترضاش تخليني اكلها بوقها، قال بتتكسف. يا انت كمان وحشني قوي يا طارق، وحشني كلامنا وهزارنا وخروجاتنا وكل حاجه بينا. عارفه انا احساسي بيكي زي اول مره شفتك فيها، كان قلبي هيقف من الفرحه. وانا كمان. ايه كان قلبك هيقف من الفرحه برضو؟ لا انا كمان فاكراك اول مره شفتك فيها خالص لما كنت لسه جايلي بالبدله الميري كده وانت ظابط صغير. لا 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 اعوذ بالله، ده كان شكلي وحش قوي وداني كانت عامله كده، اعوذ بالله. يا ده الحمد لله شكلي اتعدل شويه. لا 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 كنت زي القمر زي دلوقتي بالظبط. كانت احلى ايام. اه طبعا كانت ايام حلوه، كان وقتك كله ليا، كنت كل يوم بتخرجني وعلى طول قاعد معايا، مش زي دلوقتي على طول سايبني. خلاص خلاص ما تزعليش، انا مش هسيبك خالص، هفضل جنبك، هفضل حبك داخل في عمري. مش ناكل بقى الاكل الحلو ده ولا ايه؟ ها؟ قلت ازاي حلو قوي كده؟ ده كتير عليا قوي يا مروان، وبعدين انا مش متعوده منك على كل ده. انا عايزك تتعودي، وربنا يقدرني واقدر اعوضك عن كل اللي انا عملته فيكي قبل كده. عارف يا مروان، لحظه صدق واحده معاك بس هتعوضني عن كل اللي فات. طب ممكن تبصي في الدرج اللي ورا كده؟ ايه ده؟ دي التلاجة اللي كان نفسك فيها، افتحي. مبروك عليك عربيتك الجديدة. بتتكلم بجد يا مروان؟ بجد؟ لما كنتش انت تركبي احسن حاجه في العالم من اللي يستاهل،
اصلا مش بعرف اسوق. هعلمك. ممكن اكسرها عادي. بهزر بهزر، هخلي بالي. تصدقين انا تلاجة بجد ولا ايه؟ خلاص 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 والله. هو بجد محمود ممكن يكون متورط في اللي حصل.